السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد. قبل ما نبدأ عايز أفكركم إن الفيديوهات اللي فاتت احنا اتكلمنا عن الدراسة في ألمانيا، سواء البكالوريوس أو الماجستير، ازاي بتجهز الورق، ازاي الورق بياخد وقت قد ايه، كل ورقة بتحتاج تعمل فيها ايه، السنة التحضيرية، واتكلمنا عن حاجات كتيرة قوي، والريكومنديشن ليتر واليوني اسيست. بص الحاجات دي كلها مهمة لو انت مهتم للسفر لألمانيا، بس انا شايف انك لازم تشوف الفيديو ده قبلهم علشان تقرر اصلا انت هتسافر ألمانيا ولا لا، والعيوب اللي هقولها لك هتخليك يعني تروح تعيش على كوكب زحل ولا انك تيجي بلد زي دي. فهو القرار في الاخر بتاعك انت، بني ادم ناضج كفاية انك تقرر اذا كانت المانيا ولا غير المانيا، بس انا وظيفتي ان انا احاول اوضح لك الصورة كاملة واقول لك على مميزات وعيوب مش كل الناس اتكلمت فيها. انا معرفش الناس ليه ما منشنتش الحاجات دي، بس مش كل الناس اتكلمت فيها، فانا هفوكس على حاجات اصلا الناس يعني تجاهلوها او نسوها او الله اعلم. يلا بينا نبتدي. اول سلبيه يا جماعه بصراحه حابب اتكلم فيها هو حوار الشطاف. انتوا مش متخيلين الموضوع صعب قد ايه. انت فعليا في بلادنا العربيه انت عندك نعمه اسمها الشطاف. فين الشطاف؟ اكيد عارفين الشطاف. الشطاف ده مش موجود في اوروبا كلها، يعني انا ما اعرفش هو يعني بالرغم من التقدم اللي هم بيسموهم متخلفين في الحته دي، هم بيجوا كده في حاجات معينه كده ويتصدروا فيها. يا جماعه الشطاف اختراع، يعني احنا اصلا بنستورد من مصانعكم اللي في المانيا بتجيلنا الحاجات عندنا بشطاف، فانتوا اوريدي فاهمين ان في حاجه اسمها شطاف، ليه مش بتحطوه في الحمام؟ ليه ممشينها مناديل؟ معرفش. الموضوع تجاوز الشطاف، وبقى ان كمان مفيش حاجه اسمها بلاعه، يعني لو انت مثلا ايه، انا من النوع اللي بحب اخش الحمام تلاقي الميه جايه على الحيطان وعامل شقلبه في الحمام، انا بحب انضف، انا بحب اغسل الحمام كده، يعني انا والدتي معوداني كده، بحب اشقلب. اول مره جيت انضف هنا الحمام، الحمام اتملى ميه ومفيش حاجه تشد الميه، يعني مفيش بلاعه يا جماعه، مفيش بلاعه، مش عارف ازاي مفيش بلاعه، يعني اديني فرصه افرح في الحمام، لا مفيش. فانت بتلاقي الحاجات دي سبحان الله ما بتفهمش هم ليه، يعني ما وصلت لهمش، متاخرين في الحته دي شويه. وده بياخدنا لنقطه ثانيه، وان الهايجين بتاعهم مش احسن حاجة. مش عارف اصلا المفروض اتكلم في النقطه دي ولا لا، بس لا اتكلم فيها. الهايجين بتاعهم يعني النظافه الشخصيه بتاعتهم مش نضاف، هما بيبان شكلهم حلو، شكلهم مش حلو، شكلهم فشيخ، بس النظافه الشخصيه يا جماعه زفت، حاجه يعني خرا وخرا فعلا. البنات بتسيب شعر ايديها يا جماعه، يعني بص خلاص عيب عيب، احنا كده دخلنا في الاعراض. احنا هنتجاوز النقطة دي وهنخش للنقطة اللي بعديها على طول. تاني نقطة هنتكلم فيها واللي بتخوف ناس كتير من ألمانيا حتة العنصرية. عايز أقول لكم في الحتة دي إن العنصرية مش موجودة في كل ألمانيا، هي بتبقى مناطق مناطق. أنا عايز أحكي لكم موقف حصل معايا أنا شخصيًا عشان يثبت لكم إن العنصرية مش في كل ألمانيا، هي بتبقى مناطق مناطق وأشخاص أشخاص. أنا كنت في مرة مسافر من هامبورغ رايح من هاين، وكنت دايمًا أنتوا عارفين لما بسافر بقى معايا الكاميرا وبصور بفلوج، وهنا البرايفسي بتاعت الناس مهمة جدًا. فانا كنت واخد بالي كويس قوي وانا بصور، محدش حتى يجي في الريفليكشن بتاع الازاز، انا كنت بصور انا. فلقيت لك واحده هنا النظام بتاع القطارات ايه، كرسيين وما بينهم ترابيزه كبيره كده وبعدين كرسيين تانيين، فانا كنت قاعد في كرسي وجنبي فاضي علشان الكورونا، وهي كانت قاعده واحده، كانت قاعده في الست كده مثلا ايه اربعينية ولا حاجه. فلقيتها بتقول لي انت اخدت اذن قبل ما تصور؟ قلت لها اخدت اذن ايه حضرتك، ده وشي، هاخد اذن عشان اصور وشي؟ وبعدين واخد بالي كويس جدا ان انت مش باينه في الازاز ولا اي حد ولا جايب وش اي حد، ده انا وقفل كرسي، يعني هستاذن من مين؟ قالت لي حضرتك ما ينفعش اللي انت بتعمله ده، ولازم تاخد بيرميشن من الدي بي، دي بي ده اللي هو الدويتش بان اللي هو المسؤول عن القطارات والحاجات دي. فقلت لها اخد بيرميشن من الدي بي علشان اصور وشي. المهم عشان ما اطولش عليك، وقعدت تحكي لي ان هي كانت بتعمل ريبورت عن الخرسانه وقد ايه كانت مضره في البيئه، وكانت بتصور في لوكيشن وتعبت علشان تجيب بيرميشن عشان تصور في المكان ده. المهم يعني في وسط ما هي بتتكلم ما كانتش عارفه اسم الخرسانه الكونكريت يعني ايه بالانجليزي، فعماله تقول الاسم بالالماني، وانا طبعا جاموسه قاعد قدامها في الالماني، فانا مش فاهم هي عايز يعني بتقول لي ايه، ريبورت عن ايه. فراح جاي ده اللي بقى اللي انا عايز احكي لكم، راح جاي اتنين رادين ولد وبنت، الاثنين مش قاعدين جنب بعض، هو واحد من هنا وواحد من هنا، الصوتين جايين واضح ان هم جايين من اماكن مختلفه في نفس البق، بس هم كانوا سامعينها بيقولوا لها كونكريت، بيقول لها يعني انت قصدي يعني الكلمه اللي بتقولها اسمها خرسانه، وراحوا قايمين لها الاثنين وهاتك يا سلخ. قالوا لها اولا هو ما ضايقش حد في حاجه ولا ضايقك في حاجه، والكلام اللي بتقوليه ده مش مظبوط، والناس دي اللي هو احنا كعرب او احنا كمصريين يعني ما بيبذلوش اي مجهود في ان الناس
تيجي تتعرف على الثقافة بتاعتهم. الناس اللي بتدفع فلوس علشان تيجي تتعرف على الثقافة بتاعتهم وتزور بلادهم وتعرف تاريخهم, واحنا كدولة بنصرف ملايين علشان نعرف الناس الثقافة بتاعتنا, وامثالك هم اللي مكرهين العالم فينا. ما تاخوها سلخي 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 سلخي. طبعا انا قاعد يعني وكانوا بيهزقوها بالانجلش عشان انا افهم. المهم العبرة في الموضوع كله ان العنصرية ممكن تكون موجودة, بس زي ما هتلاقي في ناس عنصرية هتلاقي في ناس جدعة وبتصد عنك العنصرية. وخلينا نقول في الاخر ان مهما كان في عنصرية فما فيش حد يقدر يأذيك, يعني فيش حد هيمشي يضربك في الشارع ولا حد يضربك بالنار ولا يوقف يفتح عليك مطوة. الخناق هنا الكلام, وطول ما انت بتعرف ترد تعامل دوس لبس في كرش اللي قدامك يعني ولا يهمك يعني. حلو لبس دي, حط رجلك في زوره ولا يهمك. بدنا ندخل في العيب اللي بعد كده ونتكلم عن حاجز اللغة, ودي حاجة مهمة برضو. اللغة الألمانية مش صعبة, خلينا نقول ان هي لغة جديدة, يعني هي حاجة جديدة عليك, بتاخد وقت على ما الذاكرة العضلية بتاعتك تبتدي تغير الحروف اللي انت متعود عليها, ان الاي مش عارف بتتنطق اه والاي بيتنطق ايه والبي بتتنطق اس, فانت بتاخد وقت في الاول علشان تبتدي تعود الذاكرة العضلية بتاعتك. فاحنا ما نقولش ان هي صعبة, هي حاجة جديدة بتبقى صعبة في الاول زيها زي اي حاجة. زي ما قلت لكم انا كنت جاي ما اعرفش اي حاجة في الالماني, بس الناس اللي قبلي اتعلموه ومفيش مشكلة ان انا كمان اتعلمه, يعني الناس اللي فاتوا دول اتعلموا اللغة مش اذكى مني ولا عندهم ابيليتيز مش عندي, انا اتعلم اللغة عادي. فالموضوع مش معضلة, وما تاخدش الالماني ده على انه اكبر حاجز هيوقفك عن الماني. هيعطلك وجودك في البلد لو انت مش معاك الماني, وهيقلل عليك فرص كتيرة في الشغل. دي حاجة, دي حقيقة, دي انا مش بتكلم فيها, دي في حقيقة موجودة فعلا. فنصيحتي ليك لو انت عندك وقت قبل ما تسافر انك تاخد الماني, خد على قد ما تقدر في الالماني, هتفرق معاك, هتفرق معاك جامد. نيجي للعيب اللي بعد كده وهو مشكلة الضرايب. احنا اتكلمنا عليها من شوية, بس في حاجة في الضرايب انا عايز منشنها يعني مش حرقه دمي, ده تعبالي اعصابي. في هنا حاجه بتدفعها الناس اللي عايشه في المانيا عارفه حاجه اسمها الراديو, دي فلوس بتدفعها كل شهر فعليا بلطجه, لا ليها علاقه بالضرايب ولا ليها علاقه باي, ملهاش اي حاجه, هي اسمها راديو. انت بتدفع للدوله مبلغ قد كده كل شهر علشان حاجه اسمها راديو وتلفزيون. على كان انا عندي لا راديو ولا عندي تلفزيون, ولا هجيب في يوم من الايام لا راديو ولا تلفزيون, ولو جبت مش عايز القنوات بتاعتكم اصلا. فيعني بتاخد, هو لازم تدفعها يا جماعه, يا جماعه دفعوني ضرايب, دفعوني ضرايب والله هدفع اللي انتوا عايزينه, بس ما تاخدوش حاجه مني عافيه. هو بيتعافي هذا. ايوه حوار الراديو ده من ارخم الحاجات اللي موجوده في المانيا, الله اعلم الحكومه الجديده هتشيلها ولا لا. نخش في العيب اللي بعد كده وهو الشمس. الشمس في بلادنا العربيه نعمه كبيره جدا هتفتقدها بجد هنا, لان هنا شبه تقريبا على مدار السنه كلها ما فيش شمس, هو ممكن الصيف يبقى 20 يوم كده ولا حاجه, ايه الشمس طلعت, الشمس بتطلع بره مثلا ودرجه حراره 6, يعني حاجه يعني بتبي. واللي اصعب كمان ان الشمس مش موجوده, هو فكره تقلب الجو. انت في اليوم الواحد بتلاقي الجو شويه هواء, بعدين قلب سيكا شمس, بعدين مطر, بعدين وقف مطر, بعدين في بتشوف الفصول الاربعه في اليوم الواحد. فانت بتبقى طالع من البيت فعليا جاهز بكل حاجه, شمسيتك وجاكتك وكل حاجه وضرب الكلسون احتياطي, فيعني بتبقى جاهز. حتى اصلا بتسال اليكسا على حاجه, هي بتبقى اصلا اليكسا what is the weather outside, the current weather is 8 degrees celsius with cloudy skies today, you can expect rainy weather with a high of 9 degrees and a low of 5 degrees, happy wednesday. لسه بتقول لك cloudy و expect rains, اهو بره الشمس دلوقتي زي ما انتم شايفين كده في شمس في وشك, يعني عاده فعاده, هي اصلا مش عارفه هي بتقول ايه. موضوع الشمس والجو له ابعاد تانية, ابعاد نفسيه. الجو اصلا ما بيشجعش ان الواحد يخرج, ففعليا الحياه الاجتماعيه ميته, صفر حياه اجتماعيه هنا في المانيا. الناس الجو مأثر على نفسيه الناس ومخلف, في شمس جو طول الوقت تحسه ضلمه, تحسه جو نوم كده. الحياه الاجتماعيه في المانيا معرفش يا ليهم يعني على حسب التربيه وفي جينات وحاجات تانية داخله في الموضوع, بس من اهم العوامل اللي مؤثره في نفسيه الناس ان الجو ممل ميت حياه. وهنا يحضرني موقف لازم احكيه لكم علشان اوضح لكم قد ايه الحياه الاجتماعيه ميته. اللي حكى لي القصه دي الهاوس ماستر بتاع الستودنتن فيرك, قال لي انه كان في مره في واحد جارهم شاب كده قعيد قاعد لوحده, عايش لوحده في البيت وبيبقى قاعد بره كده ايه في الرايحه وفي الجايه, ايه بيمسوا عليه كده, انتوا عارفين العرب يعني ايه بيمسوا ايه على بعض كده وهم معديين. فجاه ومن غير اي مقدمات الراجل ده اختفى, يوم في الثاني في الثالث ما عادوش شايفينه في الشارع,
فابتدى يسأل الجيران اللي حواليه، يا جماعة حد يعرف هو فين، يعرف أهله مين، لحد عارف عنه حاجة ولا هم عارفين انه هو بقى له 25 سنة عايش هنا؟ يعني متخيلين 25 سنة لا عارفين اسمه ولا عارفين أهله ولا معهم أرقام تليفونات ولا حد بيزور ولا حد يعرف، محدش يعرف حد عن حد، بقى ان البيوت لازقة في بعض، بس زي بقول لكم حياة اجتماعية صفر. المهم يعني عشان مطولش عليكم، حاول يخبط على الباب مفيش حد جوه، لا كلم البوليس، قالوا البوليساي لازم يبقى معانا اذن عشان نكسر الباب. المهم من هنا لهنا يعني دخلوا كسروا الباب، يلاقوا لك بقى المنظر الشنيع اللي كان بيحكوا لي ان حبيبي هو تعب الله يرحمه، وقع من على الكرسي بتاعه ومنظره وهو ميت، كان واضح انه رايح للباب علشان يفتحه علشان ينده على حد يلحقه، بس علشان مفيش حياة اجتماعية مات ومحدش لحق. وقيس على كده مواقف كتيرة بتحصل، الولد والده بيموت وهو في الشغل بيجيله الخبر ان والدك، طب يا جماعة بروح اخد شوية الرمل بتوعه ولا لما بيتحرق بيدهوله في شوية رمل كده بروح اخده ولا بعتهولي عدي HL. نخش في العيب اللي بعد كده واللي برضه بيبقى عامل اساسي في الشمس، هو حتة الاكل. الاكل هنا فعليا طعمه سيء جدا، خصوصا اللحوم، فراخ والحاجات دي. انا بقالي شهور جاي لي قرفه من اللحوم والفراخ والحاجات دي كلها، ما عدتش باكلها بسبب ان طعمها سيء جدا، لدرجه ان انا نزلت مصر اجازه شهر علشان احاول ارجع تاني اكل لحوم ما قدرتش. متخيلين الموضوع وصل معايا لايه؟ عارف اكل بيض ولا عارف اكل لحوم ولا عارف اكل فراخ ولا عارف اكل اي حاجة خالص. وده لان الشمس فعلا بتدي غذاء للحيوانات وغذاء للعشب اللي بتغذى عليه الحيوانات، وبيبقى الحيوان كده متكلف كده ومصروف عليه. غير هنا لا فاكهة ليها طعم ولا خضار له طعم ولا لحوم ليها طعم، كل الناس هنا ماشية بفيتامينز. فين 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 الفيتامينز بتاعتي؟ والله لا اجيبها لكم. دي الفيتامينز. انا بضحك لان قمت اجيب لكم الفيتامينز، لقيت ان انا لابس المايك عادي بس البتاع البنة واقعة الفن واقع على الارض، فانتوا كل اللي فات ده بتسمعوا من غير مايك. انا والله عقابا للمايك ده انا هستخدم المايك بتاع الكاميرا، والمايك ده انا هشيله من المواقف الطريفه اللي بتحصل في التصوير. يلا يلا والله ما انا مصور بيك بس كده الواحد يقعد من غير سلوك احلى. المهم نرجع لموضوعنا ان الناس كلها عايشه هنا بفيتامينز. انا مش عايز اوريكم الاسم بتاع الفيتامينز علشان ما يبقاش اعلانات. نكمل في العيوب بتاعت المانيا وندخل في الحته بتاعت البرايفسي. هنا من ضمن المجتمع متفكك ان هنا الناس بتخاف على البرايفسي بتاعتها قوي، يعني هنا الخصوصيه دي حاجه مقدسه، مش مسموح لك تصور بكاميرا ولا صوره تليفون يطلع فيها وش حد ولا تبقى معدي على بيت مثلا تبص كده، مع ان الالمان اكتر ناس بتستيرنج. تلاقي الواحد واقف كده، انت واقف يعني بقى ساعات عشان اوطي على الشارع، بتلاقي ناس معديه لو حضرتك يعني تفضل معايا، تلاقيه بيستيرنج كده بيبحلق كده، تفضل حتى لحد لما رقبته تتعوج كده بيفضل باصص ومبحلق كده. يعني هم اكتر ناس بيتكلموا على البرايفسي، هم اصلا ما بيحترموش البرايفسي. هم لو بيحترموا البرايفسي مش هيفضلوا يبحلقوا كده في الناس. اللي عايش في المانيا عارف انا اقصد ايه، انك تبقى ماشي عادي في امان الله تلاقي واحد بيصغر لك كده، بيصغر. هم بيصغروا ما تفهمش بيصغروا ليه، ما يقصدش اي حاجه، هم بيصغروا حتى لبعض. يعني هو مش عشان انت او سلندر مثلا هو او اجنبي بيصغر لك، لا هو بيصغروا حتى لبعض. فاللايف ستايل بتاعهم في حته البرايفسي ده معقد شويه، حصل لي مشاكل كتير بسبب ان انا يعني ما بحترمش اي الكلام الفاضي ده خالص، بطير الدروم في وسط البيوت وفي وسط الشوارع وعلى دماغه الناس، وتلاقي مظاهره معديه تلاقيني مصورهم بالدروم، فيعني استمنح يعني صباح الفل. جالي كذا انذار من كذا حد انه يا بلاش تصور بالدرون يا بسيوني هتتعكش وهتدفع غرامه، يا ممكن تتحبس كمان، بس يعني لما نتحبس يبقى ربنا يحلها بقى. نيجي للعيب والمشكله اللي بعد كده واللي بتواجه معظم العرب اللي بيجوا المانيا، وهي حته الفتن. هنا البلد فيها حريه لدرجه ان الفتن مباحه كده عادي، النسوان والخمره والمخدرات والحاجات دي كلها كده، دي حريه شخصيه، واللي عايز يعمل حاجه بيعملها طالما انت ما انتش سايق مثلا، مش هتضر حد يعني، انت قشطه تمام. والبنات منفتحه لدرجه ان مفيش حياء، دي مش منفتحه ده منفشخه، مفيش حياء خالص بربع جنيه خالص. بقى داخل الساونا تلاقيهم كلهم صلت ملط، رجاله وستات، لا عارف تدخل ساونا ولا عارف تنزل بول معاهم ولا عارف مش عارف تعمل صلت، والله العظيم صلت ملط. يبقوا قاعدين كده قدامك كده ايه، مفيش حتى فوطه يغطوا بيهم، فحته الحياء دي مفيش. والفتن هنا كتيره جدا اكتر مما تتخيل. انا بصراحه في الحته دي بدافع عن مجتمعاتنا العربيه بشكل مستميت، لما ببقى بتناقش مع حد يقول المانيا احسن مش هلاقي في الحتت دي، في الحتت اللي ليها علاقه بالاخلاقيات وبالحياء وبالاجتماعيات حتى، لا احنا مجتمعاتنا العربيه
فشيخه. احنا حياتنا كارب وحياتنا كلها زي الزفت، ومع ذلك قلبنا على قلب بعض، بنحترم بعض، بنخاف على بعض. لا، في روح، في روح وفي احترام وفي اخلاق وفي مورلز واسكس ال- 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 الدين حاططها. هنا مفيش دين، هنا يا ملحدين يا ملحدين الا من رحم رب. يعني في ناس متدينين علشان ما نظلمش الناس كلها، لا، معظم الناس هنا دماغهم بايظه في حته الدين دي، وقليل ما تلاقي حد مثلا بيروح الكنيسه ولا بيروح المسجد. لا، الدنيا في السمندح خالص. فانا بتكلم في النقطه دي ليه؟ علشان لو حضرتك في يوم من الايام قررت ان انت تيجي المانيا وتعيش في المانيا وتستقر وتتجوز وتبني حياه هنا، خاف قوي انك تربي عيالك هنا. فكر ألف مره، ولو عندك فرصه ولو واحد في المليون ان ولادك يتربوا في مجتمعاتنا العربيه، اعمل كده وما تترددش. على الاقل اول فتره في حياتهم، على ما الواد يبقى مثلا عنده ولا البنت تبقى عندها 7-8 سنين، شربوا خلاص وتكونت شخصيتهم او العادات والتقاليد بتاعتنا شربوها. بعد كده بقى هاتهم بقى ايه يعني، هنا هيعرفوا يتعاملوا بتوجيهات منك والدنيا ومش عارف ايه وكده، هتلاقي الدنيا ظبطت. انما لو اتولدوا هنا انسى انسى، مش تعرف. هم بيعرفوهم في الحضانه اصلا ان بابا لو عمل كده انت تطلب البوليساي رقم وكذا، وماما لو شخطت فيك انت بتعمل ايه، والدوله بتدي للعيال اصلا فلوس، بتدي الاطفال فلوس يصرفوا على نفسهم من وهو في بطن مامتهم، ففعليا مش محتاجين اهاليهم في حاجه، ودي كارثه. هم بيحاولوا يحموا الاطفال من الاعتداء بتاع الوالدين او الاب والام، ونسيوا حته ان هم يعني دول ارحم ناس على الاطفال. لا، تلاقي اب شخط في ابنه ولا مد ايده عليه، تلاقيهم راحوا واخدينه وحاطينه في عيله تانية واسره تانية، والاب والام يتحرقوا بجد ذنبهم ان هم شخطوا في الواد، ما يعملوش كده تاني. دمروا المجتمع، والمجتمع بقى متفكك، وهم بغبائهم في الحته دي دمروا المجتمعات. والواحد بيبقى يطلع، احنا في مجتمعاتنا العربيه الولد بيتغرب وبيطلع ميتين امه علشان في الاخر يعود بالنفع على اهله. اللي متغرب متغرب علشان اهله، انما هنا ممكن ما يعرفش اصلا ان والده توفى ولا والدته توفت، يعني الا من رحم ربي. يعني خلينا ننط الحته دي ونتجاوزها، علشان لو قعدنا نتكلم فيها هتكرهكم جامد جامد في ألمانيا، وهتفكر 100,000 مرة قبل ما تيجي هنا أو تستقر هنا أو تربي عيالك هنا. نخش في اللعيب اللي بعد كده على طول، البيروقراطية. البلد هنا بيروقراطي بحت. يعني إيه بيروقراطي؟ يعني بيحبوا الورق فشخ، يعني كل حاجة بتمشي بورق، وكل حاجة بترمين، كل حاجة لازم تعمل فيها أبوينتمنت، لازم تعمل فيها ميعاد، ورق 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 كتير. العالم كله دلوقتي بيتنقل ديجيتال وما عادش حد بيتعامل بالورق، ودول لا، ورق ورق أكتر. مصالح حكومية مقرفة أكتر من عندنا في مصر. يعني انت في مصر ما دام عفاف بالنسبه لك يعني بسكوته. لا، هنا الناس كل حاجه بالورق، وعندهم حاجه غريبه قوي، دايما ما بينك وما بين اي مؤسسه هتتعامل معاها لازم يحطوا في حد مؤسسه تانية في النص ما بينكم، وسط كده زي الخازوق، يبقى وسيط ما بين، يعني ما بتتعاملش مع اي حاجه دايركت. يعني مثلا انت لو انت طالب وهتيجي تقدم مثلا، هتعرف ان في حاجه اسمها يوني اسيست. انت عايز تقدم للجامعه دي؟ لا، استنى، ايه ده هتقدم للجامعه كده على طول؟ لا، احنا نحط حاجه ما بيننا، انت تبعت لها الورق وهي تقول الورق بتاعك، وانا ابعت لها الريكويرمنت بتاعتي والكواليفيكيشن بتاعت الانترناشونال ستودنت اللي انا عايزاها، وهو يشوف والله الكواليفيكيشن دي متوافقه مع الريكويرمنت دي، لو تمام يظبطكم مع بعض، لو مش تمام لا. هتلاقي ده في كل حاجه. تيجي تروح مثلا تكشف عند دكتور، تعبان حضرتك عايز اروح اكشف عند دكتور، لا حضرتك انت لازم تروح الاول عند الهاوس ارتس بتاعك، والدكتور الجنرال ده اللي هو الطبيب العام يبتدي هو يبعتك لدكتور تاني. انت محتاج تروح لدكتور الجلديه، يعني الحبوب اللي في وشك دي بتقول ان انت محتاج تروح لجلديه، فانا هحولك على دكتور جلديه. يعني فخاغت امك، يعني انا جاي اسالك الحبوب دي هتعمل ايه مثلا في جهازي التنفسي. فالبيروقراطيه هنا وحجز المواعيد، طبعا انت يعني عشان تروح للدكتور اصلا محتاج ميعاد، انت لو بتموت قدامهم طالما واقف على رجليك خد ميعاد حضرتك خلاص، طالما مش حاجه حياه او موت بالنسبه لك خلاص. انا رحت لهم مره كانت الشمس، كنت شغال في اراضي زراعيه كده بنلم زباله وبتاع، لو شوفوا الفيديو بتاعها، كانت الشمس حرقت رقبتي وانا مش واخد بالي، الجو برد والشمس حاميه، يعني انت ما انتش حاسس بالشمس لان الجو برد، بس الشمس فعلا بتحرق. روحت البيت لقيت رقبتي كلها محروقه ووشي كله محروق، طلعت جري على الدكتور، قلت لهم لا انا لا هستنى تحولني ولا هستنى على ما اخد ميعاد، انا جسمي مولع نار ورقبتي مش قادر المسها. في الحاله دي الوقايه متعصبت عليهم وعرفوا ان دي ايرجنت كيس وحرق من الدرجه الثانيه، فراحوا دخلوني للدكتور بعدها بحوالي تلت ساعه. غير كده انت معيش في بلد بيروقراطي بحت. في حته ثانيه يعني خاصه بالموضوع ده، يعني اخرى من اللي فاتت، ان انت هنا مش مسموح لك ان انت تاخد علاج من الصيدليه، تروح تشتري كده علاج من الصيدليه وتاخده وتمشي، لا ممنوع تاخد علاج وان كان بنادول وان كان حاجه للصداع، ممنوع تاخد
بتجري ليه يا بنتي هبلتين؟ بخرب بيتك. المهم ممنوع تاخد اي علاج من الصيدلية من غير وشطه الا بقى لو هتروح تشتري فيتامينز مثلا، فيعني دي حاجة مش ارشن تروح تشتري فيتامينز عادي. من العيوب برضو، هي ميزة للناس اللي عايشة هنا ومقيمين، بس هو عيب كبير للناس اللي بتيجي هنا سياحة، وهو انك لو لا قدر الله وانت سايح جاي هنا، طبعا ما انتش عامل تأمين صحي، اللي بيبقوا مقيمين بس هم اللي بيعملوا تأمين صحي، بس لو انت سايح وجاي بقى عايز تروح تكشف عند دكتور ولا تشتري علاج ولا بتاع، فانت هيطلع تربنتينك فعليا، هتدفع كمية فلوس عشان بس تحجز عند الدكتور بيحكليتك علشان تروح تكشف على شوية الحبوب اللي طالعة لك في وشك. لو انت سايح نصيحة مني، ما تروحش لأي دكتور ولا تكشف ولا تحاول تشتري أي علاج خالص، يعني دوي مرضاكم بالصدقة، يعني حاول تطلع صدقة وتدعي تقول يا رب اشفيني وخلاص وكده، يعني لما ترجع بلدكم ابقى روح للدكتور بتاعك وخلاص، انما هنا ما انصحكش. شيء بالشيء يذكر بقى، وطالما قلنا بيع الاعضاء وبيع الكلى وبتاع، فنذكر في النقطه دي عيب من ضمن العيوب المميته هنا، وهو ان رخصه السواقه. رخصه السواقه فعلا مكلفه يا جماعه، يعني انت مش بس بتقعد تذاكر شهور قبلها وتقعد تحفظ 1200 سؤال وتروح تمتحن نظري وتروح تمتحن عملي، لا يعني هي اصلا ورقها مكلف جدا جدا، ومحتاج فعلا تبيع عضو من اعضائك علشان تطلع رخصه، فدي برضو من العيوب المميته في المانيا. نخش في العيب اللي بعد كده، وهو خاص بالمسلمين اكتر، وهو عيب الاذان. هنا علشان مفيش مساجد فانت طول الوقت مفيش اذان، نعمه كبيره جدا ان انت تسمع الاذان الخمس صلوات في الشارع وانت راكب مواصلات، نعمه كبيره جدا، في احساس بالطمانينه والامان في الاذان اللي انت بتسمعه كده، وتبقى ايه منفض يعني ومش مركز وتتكلم مع صاحبك وبتاع. لا هنا في افتقار فعلا للروحانيات بتاعه الاذان، فتلاقينا كلنا بس دي حلها سهل، يعني تلاقينا كلنا تليفوناتنا كده احنا قاعدين مع بعض، لقيت كله الاذان جه كل التليفونات رنت مع بعض، فيعني بنحاول ايه نصلح الموضوع ده، بس نعمه كبيره جدا جدا انك عايش في بلد عربي وبيرفع فيها الاذان الخمس صلوات وانت بتسمعه. نخش في العيب اللي بعد كده، هو برضو خاص بالمسلمين، وهو حته الاكل الحلال والذبح والحاجات دي. عندهم الفراخ والبقر والحاجات دي بتموت متكهربة، هم شايفين ان هم لما تموتوها متكهربة فدي ارحم من ان هم يذبحوا، دي طريقه رحيمه في ان هم يعني النتيجه واحده، هم في الاخر بيموتوا يعني. انت متخيل تاكل حاجه متكهربه، تدخل السوبر ماركت تلاقي الفراخ جنب الخنزير جنب مش عارف ايه، والخنزير بيدخل في كل حاجه، مشتقات الخنزير بتدخل في كل حاجه فعليا، من لحمته للدهون بتاعته لشعره الجلد كل حاجه بيدخل فيها خنزير، وده بيخليك حتى لو انت داخل تجيب شويه بسكوت كده تسقيهم في الشاي، فبتخليك تلف حوالين نفسك، انت بتمسك كل برودكت كده وتفتح الابلكيشن بتاع اللي هو حلال زلال ده، وتقعد تسكان الكود بتاعه علشان تعرف المنتج ده والبرودكت ده كان فيه ايتن باي مسلم ولا لا. فالموضوع معاناه، بتبقى لو انت داخل سوبر ماركت حاجه هتقضيها في الدقيقتين وطالع بتقعد ساعتين على ما بتشوف الموضوع حلال ولا لا. فحته المنتجات الحلال دي هتضايقك هنا كتير، وهتقع كتير، وهتلاقي نفسك كلت خنازير وما انتش عارف. وعلى الخنازير بقى يعني كمان شيء بالشيء يذكر برضو، الخمر كمان، الخمره داخله في كل حاجه، الواين والكحول داخل في كل، حتى في الشوكولاته، فلو انت رايح تجيب اي حاجه لازم برضو بتتشيك دي اذا ما كانش فيها خنزير او حاجه من مشتقاته فبتلاقي فيها خمره، فدي الحياه بتبقى صعبه جدا جدا، وبتاخد وقت بقى على ما بتحفظ المنتجات دي، ولما بتعرف شويه منتجات كده بيقضوا يومك وتعرف تعمل لك وجبه كده ولا كام وجبه في الاسبوع، ما بتشوفش من كتر الاجهاد اللي حصل لك ما بتبقاش عايز تجرب اي منتجات جديده، بداخل السوبر ماركت انت عارف هتاخد ده وتاخد ده وتاخد ده، بقى نفسك في حاجه جديده جبنه جديده ما في، مش هجربها علشان مش هقعد اسكان ومش هقعد اعرف نفسي بالحلال وبالحرام، بتمشي وخلاص، فبتفقد متعه الاكل. بمناسبه الخنازير دي معلومه عرفتها للناس اللي زي حالاتي اللي ما بتفهمش حاجه في الالماني، والابلكيشن بتيجي تسكان ساعات في ما بيبقاش في شبكه، وساعات بيبقى البرودكت مش موجود اصلا على الابلكيشن، فالابلكيشن لسه مش جايب كل البرودكت اللي موجوده في السوبر ماركت. فانا جبت لكم الاسامي اللي موجوده على ظهر اي حاجه اللي ليها علاقه بالخنزير. الخنزير اسمه شفاين الالماني، حاولوا يعني تكتبوها، هكتب لكم الحاجات دي هنا كده، زي اسمه ممكن يبقى اسمه شفاين ايبا ايرد فيركل او فيركل بس او زاو، وفي مواد تانية كمان جايه من شعر الخنزير بيرمزوا لها بالرمز اي 920 او ال سي، اسف ال سي شتاين. فالموضوع مش بسيط، والموضوع فعلا يخنق 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 لو انت هنا متمسك بانك تاكل اكل حلال. كفايه لحد كده، احنا هنختم على كده لان معدتي قلبت. انت دلوقتي شخص ناضج تعرف تقرر اذا كنت هتعرف تتعامل مع العيوب دي وتتقبل الحاجات دي، ولا مش لا وهتروح بلد تانية مثلا مسلمه زي ماليزيا تدرس فيها او
هيبقى الحياه فيها احسن. انت والله انت بتعرف اوبتمايز وانت تشوف ايه الاحسن ليك. ويا رب اكون غطيت كل الحاجات اللي محيراكوا. وزي ما بقول لكم ما تنسوش تشوفوا الفيديوهات اللي ليها علاقه بالدراسه لالمانيا او حتى الفلوجات للسفر النمسا مجر اللي بعملها هنا في اوروبا. هتتبسطوا جدا باليوتيوب تشانل دي. ما تنساش تعملوا سبسكرايب وتعملوا لايك وتسيبوا لي كومنت تحت لو انا نسيت حاجه من ما قلتهاش او عيب او ميزه ما اتكلمتش عليها، يا ريت تكتبوها لي في الكومنتات علشان باقي الناس تشوفها. والسلام عليكم.